يحتفل العالم في 28 من كل أفريل باليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل، ويعزز هذا اليوم الوقاية والحماية من الأمراض المهنية على الصعيد العالمي، وهو حملة يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد في التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل. فما هي أهداف اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل؟ وما هي أهمية الخطط التي من المفروض وضعها من قبل الشركات والدول لمنع حدوث حوادث خلال العمل؟ على هذه الأسئلة ومشاهدينا وغيرها يجيبنا عبر سكايب الدكتور محمد كواش، طبيب متخصص في الصحة العمومية. دكتور كواش صباح الخير، أهلا بك معنا على قناة الجزائر الدولية. أين تكمن أهمية تخصيص يوم عالمي للسلامة والصحة في مكان العمل؟ شكرا، السلام عليكم، صباح الخير، جمعتكم طيبة مباركة للجميع. أهلا. بحول الله، أكيد أن يحتفل العالم بهذا اليوم باليوم العالمي للصحة والسلام أو للسلامة والصحة المهنية أو الصحة في أماكن العمل، وهذا اليوم يكتسي أهمية كبرى في حماية الإنسان العامل، يعني الإنسان العامل مختلف الأمراض. نعم. قد لا ينتبه العامل سواء في الجزائر أو في العالم لعواقب أي مهنة، حتى لو كانت مهنة بسيطة جدا، لكن كل مهنة لديها ما يعرف بالأمراض المهنية التي أثارها أو هذه الأمراض لا تظهر على المدى القصير ولكن تظهر على المدى البعيد، وقد لا ننتبه إليها وتكون الأثر تقريبا بعدما الإنسان يخرج على التقاعد، فتظهر تلك المضاعفات وتلك الأمراض الناجمة عن استمرار الإنسان أو العامل للعمل في ظروف غير مناسبة. وبالتالي هنا انتبهت المنظمة العالمية للصحة أو كذلك المنظمة العالمية للعمل إلى هذا الجانب المهم جدا في حماية العامل في أماكن العمل بصفة عامة، هذا من جهة. وكذلك عندما نتكلم على اليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل أو الصحة في أماكن العمل بمختلف أنواعها، هنا يجب التذكير إلى نقاط مهمة جدا وكثيرة جدا. أولا، كما تعلمون أن انتشرت في السنوات الأخيرة حوادث العمل المختلفة، سواء كانت في الورشات، في المصانع، حتى في الإدارات، نسجل حرائق، نسجل انفجارات، نسجل زلازل إلى آخره. وكما يعلم المشاهد الكريم، مثلا الجزائر نحن معرضون لأكثر من 14 كارثة، وهنا الأمر مطالب أن تكون هناك توعية لمواجهة مختلف الأخطار التي يمكن أن تعرض إليها العامل من جهة، كذلك توفير المناخ المناسب لعمل آمن، كذلك توفير الألبسة المناسبة، لأن كل مهنة ولديها وسائل حماية. بما نعطيك مثال بسيط جدا، يعني حتى عمال مثلا في الأشعة الذين يقومون برسم الأشعة، تصوير الأشعة للمرضى، هؤلاء معرضون لأمراض السرطان المختلفة، لهذا لديهم وسائل حماية معينة كمآزر خاصة، كذلك نظارات خاصة لحماية العينين، كذلك هناك حتى جهاز لقياس نسبة تعرض ذلك الشخص لتلك الأشعة. هذه الأمور كلها يجب أن تأخذها بعين الاعتبار. نعم دكتور كواش، أهمية هذا اليوم العالمي تكتسي في حماية هؤلاء العمال والموظفين، وأنت أشرت إلى أنه يجب أن يكون هناك مناخ ملائم للعمل. لما نتحدث عن السلامة والصحة في أماكن العمل، ما هي الشروط اللازم توفرها في هذه الأماكن لضمان بيئة آمنة تكفل السلامة المهنية وأيضا الصحية؟ بالفعل سؤالك ممتاز جدا، يجب أن نوضح للمشاهد الكريم أو حتى بما لأرباب الأعمال، بما لمدراء المؤسسات بمختلف أنواعها، هناك ما يعرف مخطط الأمني. المخطط الأمني هو مخطط الذي تشرف عليه وزارة الصحة، تشرف عليه مديرية الحماية المدنية، الأجهزة الأمنية. يعني أي مؤسسة قبل أن نعطى لها الاعتماد لأن تقوم بأي نشاط، حتى لو كان نشاط بسيط جدا، يعني حتى مطعم بسيط جدا، حتى مؤسسة عمومية، حتى مدرسة، مفروض أن يكون فيها مخطط أمني. ما هو المخطط الأمني؟ المخطط الأمني هو مخطط التعامل مع أي كارثة. نعم. في حالة حدوث مثلا انفجار أو زلزال، ما هي منافذ النجدة التي يتم اتباعها؟ أين توجد وسائل الإطفاء المختلفة التي يتم استعانة بها؟ هذا هو المخطط الأمني المفروض أنه يطبق. أولا يجب أن يوضع ويصمم وينشر في أماكن العمل من جهة، وكذلك هذا الشيء هو للأسف ما هنا نفتح قوس مهم جدا لننبه كل المؤسسات التي تشتغل، كل المؤسسات مهما كان نوعها، المفروض أن تقوم بمناورة ولو مرة في 6 أشهر، مناورة لحدوث خطر. هذا ما يعرف المخطط الأمني. نعطيك صورة أخرى وهي مهمة جدا، المفروض أن في أي تجمع بشري، بما قاعة احتفالات، محاضرة مثلا، المفروض أن يكون هناك مثلا مسؤول الأمن والوقاية. مسؤول الأمن والوقاية
هو الذي يعطي إرشادات الأمن والسلامة. قال في نحن الآن في اجتماع، نحن الآن في حصة، نحن الآن في محاضرة، حدثت زلزال مثلا لا قدر الله، أو حدث انفجار لا قدر الله، كيف نتعامل مع هذا الحدث؟ هنا نتكلم على هنا يعطيهم توجيهات مهمة جدا. قال الأشخاص الموجودين على اليمين يخرجون من الباب الموجود على اليمين، الأشخاص الموجودين على الشمال يخرجون من الباب الموجود على الشمال، وهناك منفذ الطوارئ في الخلف في الأمام، أين توجد هناك بما قارورة الإطفاء إلى آخره. هذا يسمى المخطط الأمني الذي الذي يجب أن يكون معتمد في كل المؤسسات. سيدتي طيب دكتور كوش، كيف نصنف إصابات العمل؟ يعني هل تكون هذه الإصابات عادة مفاجئة؟ هل تكون مباشرة؟ يعني ما هي أيضا أسباب حدوث هذه الإصابات في أماكن العمل؟ وأين تكمن خطورتها؟ بالفعل هنا نفتح المجال للتوضيح للمشاهد الكريم أو لكل عامل ولكل لكل أرباب الأعمال، يعني نقول أرباب أعمال مسؤولي أي مكان عمل. نعم. أولا هناك الحوادث العمل البسيطة جدا كما نشوفه في الصورة، مثلا إذا كانت مع عامل خياطة، عامل بناء، فلاح مثلا، فهو معرض لكثير من الحوادث، يعني حوادث الجروح، حوادث السقوط، حوادث الكسور إلى آخره. وهنا يجب أن توفر ثقافة الوقاية من هذه الإصابات، كذلك أن يتم توفير وسائل الحماية المهمة جدا، والتوعية أكيد أنها مهمة جدا. هذا بالنسبة للعواقب على المدى القصير، هذه العواقب أو الأثار والأخطار اللحظية التي يمكن أن يتعرض لها أي عامل، كما نشوف مثلا الصور لعمال البناء أو عمال ورشات الحدادة أو الطلاء إلى آخره. هؤلاء معرضون لحوادث بشكل متكرر، هذا على المدى القصير. ما بالنسبة هناك أمراض على المدى البعيد، مثلا إذا كنا نتكلم على عمال مثلا مصنع الإسمنت، هؤلاء معرضون بأمراض السيليكوز مثلا، أمراض بالنسبة للجهاز التنفسي. عندنا مثلا إذا تكلمنا على أطباء مثلا الأسنان أو الأساتذة أو المعلمون بصفة عامة، الحلاق مثلا، هؤلاء أكيد أن عملهم لأنهم يبقون لساعات طويلة جدا وهم واقفون، فهؤلاء مهددون بأمراض الدوالي، لفاريس دي مومبرافيرير يعني باللغة اللاتينية، أي الدوالي التي تصيب الأرجل بصفة عامة، وكذلك أمراض القلب المختلفة بفعل الوقوف مثلا لساعات طويلة جدا. إذا تكلمنا على عمال مثلا محطات الوقود مثلا أو محطات البنزين بصفة عامة أو المحطات اللي فيها الكهرباء إلى آخره، هؤلاء مهددون بأمراض مختلفة، منها أمراض السرطان الجهاز التنفسي إلى آخره، وكذلك أمراض الأشعة. لهذا كل ما يكون العامل مثقف وكذلك لديه دراية بالأخطار التي ما تكون مرتبطة بأماكن العمل، يجب عليه أولا يحمي نفسه ومن خلال الوسائل المعتمدة في الحماية من الأضرار على المدى القصير والأضرار على المدى البعيد. نعم، وفي نقطة أهمية التوعية دكتور كواش ووعي العامل حول هذا الموضوع بالتحديد، طبعا تأتيك مثل هذه الحالات، هل تشعر أن العامل اليوم ملم بهذا الوعي وواعي بخطورة مثل هذا الأمر؟ بالفعل صحيح، وسؤال ممتاز جدا. يعني والحمد لله بما شفنا بما في السنوات الأخيرة أصبحت ثقافة الوقاية من الأخطار أكثر انتشارا مقارنة بالسنوات الماضية. لنعطيك مثال بسيط جدا على صدرية الوقاية، صدرية التحذير التي كانت بما العامل بما يستحي أن يلبسها، الآن أصبحت ثقافة. الإنسان عندما يعمل في ورشة بناء أو ورشة طرقات إلى آخره أو في أماكن الفلاحية تراه يلبس لباس خاص للحماية والتحذير، هذه أمور مهمة جدا. الآن الحمد لله مثلا نعطيك الأمراض الحساسية الأيدي عند عمال البناء مثلا، الآن فيه وعي، فيه وعي كبير جدا من خلال استعمال القفازات المناسبة، حتى النظارات الحماية هذه وكذلك خوذة الحماية التي كانت في الغالب يعني كانت غير موجودة، وبالتالي هذه وسائل الحماية التي تبدو للإنسان أنها في بعض الأحيان مكلفة لكن حياته لا يوجد لها ثمن. حتى ورشة العمل عندما نشوف مثلا الجدران الواقية، حبال الحماية، الألبسة، الأقنعة إلى آخره، والخوذات المناسبة، هذه كلها أمور مهمة جدا في حماية. الحمد لله بما مستويات الوعي أصبحت متوفرة. تخيل حتى البناء الآن أصبح يعتمد على قفازات في العمل، مصمم الديكورات إلى آخره أصبح يستعمل الواقي على المستوى الأنف حتى يحمي نفسه من لكن دكتور كواش، إذا كانت هذه يعني ثقافة الوعي أصبحت الآن متزايدة في الوسط المهني، بماذا نفسر انتشار عدد الإصابات في السنوات الأخيرة؟ ولماذا عدد الإصابات في أماكن العمل لا يزال في تزايد مستمر في مجتمعات كثيرة يعني عربية وغير عربية؟
بالفعل نعم، اكيد ان مستوى الوعي قلت كانت هي موجوده الان، ولكن ليست نقول 100%، نقول بلي 50% وصلنا الى مستوى 50%، ولكن بكل صراحه نجد جوانب الاهمال ولا مبالاه في كثير من ممارسات العمل التي ربما لا تخضع للمراقبه، لا تخضع ربما للتوعيه للتحسيس وغياب الثقافه في بعض الاحيان، كلها كانت من وراء هذه الامراض. وللاسف في كثير من الاشخاص الان يعانون من امراض مختلفه، خاصه ربما بعد سن التقاعد تظهر تلك المضاعفات وما يعرف الأمراض المهنية. الأمراض المهنية قلت أن كل مهنة مهما كانت بسيطة جدا، حتى قائد الطائرة نظرا لأنهم يبقوا لساعات طويلة وهم في وضعية الجلوس مهددون بأمراض تجلط الدم والسكتة القلبية والسكتة الدماغية إلى آخره، وبالتالي كل ما كان الوعي مرتفع تجنب تلك الحوادث. وللأسف كما تعلمين نسجل من حين آخر عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي صور مؤلمة جدا لحوادث مختلفة نتيجة عن عدم مراعاة مقاييس السلامة في ورشات العمل وفي مؤسسة العمل، حتى المطاعم كما شفنا، حتى ورشات الحلاقة ومحلات الحلاقة، حتى في مصانع إنتاج المواد البلاستيكية العطور إلى آخره. أي خلل أو أي خطأ أو إهمال تكون عواقبه وللأسف وخيمة. وبالإضافة إلى غياب يعني هذه الرقابة التي تتحدث عنها دكتور كواش، لا يزال العديد من العمال والمؤسسات غير مشمولين بالضمان، ولا يتم حتى رصد حوادث العمل التي يتعرضون لها. وبالتالي برأيك على من تقع مسؤولية الحوادث اليوم؟ هل تقع على الموظف أم على أصحاب العمل أم على الحكومات، يعني خاصة في ظل وجود فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية؟ أكيد أن سؤالك ممتاز جدا. يعني تأمين العامل هو حق دستوري، حق إنساني أنه يؤمن في مكان العمل. نعم. ولكن كما قلت هناك فراغات كبيرة جدا. في بعض الأحيان هناك تحايل من أرباب الأعمال، لا يريدون أن يؤمنوا حتى ربما يخفضوا من المصاريف. في بعض الأحيان هناك تواطؤ من العامل، يقول له أعمل عندك لكنني أعمل في مكان آخر لا تؤمنني. هذا شيء موجود كذلك. في بعض الأحيان أغلبية الورشات، ونقولها بكل صراحة ومن خلال وسائل الإعلام اللي نحييها بالمناسبة ونشكر قناتكم لأن فتحت هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا، وللأسف هناك كثير من الورشات نقولها بكل صراحة تشتغل في الظل، يعني في أماكن مغلقة بعيدة عن الكاميرات بعيدة عن الأنظار، وهنا المشكل. وبالتالي هنا هذا هو مصدر الخطر الموجود، لأن شفنا مثلا حوادث الصيف، انفجار ورشة خاصة بالعطور التي كلفت حي كامل وتدمار بشكل كبير جدا نتيجة أنها تشتغل في ظروف غير قانونية. إذن هناك تواطؤ، إذن المراقبة مطالبين بها، وعي أرباب العمل ضروري ووعي العامل كذلك ضروري، حقه أنه يشتكي إذا كان ربما لم يتحصل على حقه في التأمين. والتغييرات اللازمة اليوم من يقوم بها دكتور كواش؟ هل هي الحكومات، الشركات، المؤسسات، وثم ما أهمية هذه الخطط اليوم؟ نعم، أقول أن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، يعني مسؤولية الجميع. أولاً وعي المواطن، أكيد أنه له دور أنه يحمي نفسه، كذلك الرقابة اللي يجب أن تعمل دورها، وكذلك أرباب العمل حتى يحموا نفسهم. بأننا نقول لكم بكل صراحة مثلاً ورشة بناء فقط مثلاً، تخيلوا عامل يسقط من علو، من يقول تلك الأسرة التي أصبح أبناؤها أيتام وزوجها أصبحت أرملة؟ هنا نتكلم على الجوانب الإنسانية في هذا العمل، وبالتالي المراقبة ضرورية، وننسى جانب التوعية لأن كل ما كانت برامج مثل هذه أكيد أنها تكون هادفة وتكون صورة، لأن نقول كل عامل لا تستهين بسنك ومناعتك في مراحل المبكرة من العمر، فأنت في صحة جيدة. لأن نشوف بعض العمال يقول لك لا لن يحدث لي شيئا، لكن شوف كبار السن يعني كيف أصبحت حالتهم الصحية بعد سنوات من العمل. أعطيك مثلا الأساتذة في القديم كانوا يعملوا بالطبشور، يعني في الصبورة. استنشاق ذلك الطبشور له أمراض خطيرة جدا، والحمد لله مع الوعي والتقدم إلى آخره أصبح الطبشور ممنوع، أصبحنا نعتمد على الأقلام الحبرية على مستوى الصبورات، وهذا أمر مهم جدا. إذن كل ما كان الوعي مطروح أكيد نحمي أنفسنا من الأمراض المهنية. إذن أظن أن هذا اليوم يكتسي أهمية كبرى في حماية الإنسان بصفة عامة وليس فقط العامل. نعم، والسلامة والصحة في أماكن العمل هي مسؤولية الجميع كما أشار الدكتور كواش. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذا التدخل. أذكر أنك طبيب مختص في الصحة العمومية وكنت معنا مباشرة عبر سكايب. شكرا. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نقاش هذا الصباح الذي خصصناه لليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل. طبعا فقرات برنامج الصباح نيوز لازالت متواصلة إلى غاية 10 صباحا بتوقيت الجزائر، ابقوا في المتابعة.